في ظرف قاس ومرحلة مصيرية وأمام تحديات كبيرة تتعرض لها الجمهورية مع انبعاث شبح الإمامة. يحيي حزب التجمع اليمني للإصلاح الذكرى 27 لتأسيس الحزب، ليس لمجرد الاحتفاء كما تقول قيادته، وإنما تأكيد من الحزب على تجديد العزم والمسار دفاعا عن الجمهورية والتحاما أكثر بالجماهير. لم ينطلق حزب الإصلاح من نقطة الصفر في مطلع التسعينات، بل مثلت الانطلاقة امتدادا لحركة الإصلاح الوطنية بامتدادها التاريخي وخلفيته الفكرية ومنطلقاته الثقافية النابعة من الهوية اليمنية وعقيدة النضال الوطني والمتمسكة بوحدية الهدف وجمهورية الهدف. مر الحزب بكثير من المحطات السياسية ودخل أكثر من 3 محطات انتخابية. كان يدخل الانتخابات عبر الصندوق ويخرج من السلطة عبر الصندوق، وظل متمسكا بالنهج السلمي وأحد أهم روافع السياسة في البلاد، وعارض مبكرا مشروع المخلوع صالح. وأمام الانحرافات بالسلطة السياسية والنظام الجمهوري واتساع دائرة فساد نظام المخلوع صالح وعدم قابليته للإصلاح السياسي، عزز حزب الإصلاح من معارضته للنظام مبكرا، واشترك في تحالف سياسي موسع لصد مشروع التوريث، وتوج ذلك بثورة 11 من فبراير التي مثلت إعلانا شعبيا للإطاحة بالتوريث، وكان حضور حزب الإصلاح بارزا ومحوريا في الثورة. غير أن الثورة المضادة أعادت تشكيل نفسها وجمعت رفات مشروع التوريث مع شبح الإمامة وشكلا معا ثورة مضادة رسمت ضمن أهدافها القضاء على حزب الإصلاح ضمن مشروع القضاء على الثورة. لكن الإصلاح التحم أكثر بالجماهير وحاملا سياسيا لأحلامهم وتطلعاتهم، كما التحق أعضاؤه بالمقاومة الشعبية لمناهضة الإمامة والتوريث ودفاعا عن الجمهورية. في ذكرى الانطلاقة 27 يقف حزب الإصلاح أمام تحديات صعبة ليست على الكيان وحسب، وإنما على الدولة اليمنية وهويتها الوطنية. ومن هنا يؤكد الحزب على ضرورة توسيع دائرة النضال والتمسك بقيم الجمهورية ومواصلة الكفاح من أجل الحرية، كما يتعين عليه على مستوى الذات مزيدا من الاستجابة للتغيير والتجديد واستيعاب المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. واجهوا ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية أثناء غزوها للعاصمة المؤقتة عدن، وخلال هذه المعركة أصيبوا بجراح بالغة، وها هم اليوم بعد أكثر من عامين على التحرير يخرجون للاحتجاج على الإهمال الذي لاقوه وللمطالبة بالاهتمام الذي يليق بتضحياتهم. معاناة جرح المقاومة بعدن لم تقف عند الإهمال الطبي وعدم ابتعاثهم للعلاج في الخارج، بل بلغ حد إسقاط حقهم في الأرقام العسكرية والمرتبات. حتى المعونات والمساعدات المقدمة من دول التحالف تم التحايل عليها وإسقاط أسمائهم من تلك الكشوفات. أنا باسمي باسم أبناء مقاومة أبناء زار سعد، احنا جرحى أكثر من 3000 أو 4000 جريح، يعني سافرنا عدة مرات إلى السودان وإلى مصر، ووصلنا هذه المرة لنتفاجئ أن الرواتب حقنا مقطوعة وما استلمناش المكرمة ولا الكبش، ونريد يعني مطالبتنا يعني مساواة رواتبنا، وطلعت الأسماء كلها أسماء وهمية. إحنا نقول للمعتمنين أو الذي عمنوا المعتمنين عليهم أن يوجهوا النظر إلى الجرحى جميعا، وأن يوصلوا على الجرحى الذي قدموا أطرافهم وقدموا كل غالي أرخصوه، كل شيء أرخصوه لأجل الكرامة، واليوم لحصة للأندال والسرق من بعدنا ومن خلفنا يأخذون في حقوق الجرحى. وفي حين يخفت الدور الحكومي الفعال في إنهاء معالجة مشاكل الجرحى، يرى الجرحى بأن التصعيد من احتجاجاتهم قد يجدي في الضغط على الحكومة والجهات المعنية في سبيل إنهاء معاناتهم وحل حالة ملفهم المعلق. كان لهؤلاء الجرحى الدور الأبرز في الانتصار الذي تحقق بوكيل انقلابيين، إلا أنهم بعد عامين على الانتصار لا تزال معاناتهم قائمة، فلا علاج دائم ولا مرتبات ولا حتى ترقيم عسكري. أدهم فهد، يمن شباب، عدن.
الفقر والجهل والمرض هو المناخ الذي تزدهر فيه ميليشيا الإمامة مستغلة ضعف الدولة وهشاشتها. فالإرث الإمامي ينص على أنه يستحيل السيطرة على الشعب اليمني أو أجزاء كبيرة منه من دون إفقاره وتجويعه أولاً وترهيبه. على الواقع المعيشي والاقتصادي وبعد 10 شهور من انقطاع المرتبات في المحافظات غير المحررة، تبدو المؤشرات باعثة للقلق، حيث كشف تقرير اقتصادي حديث ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى 85% من إجمالي عدد السكان، في مؤشر هو الأخطر منذ داهمت حرب الانقلابيين عموم البلاد في شهر سبتمبر من عام 2014. مؤشرات تثير القلق تضمنها تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي يؤكد تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن خلال النصف الأول من العام 2017 في ظل استمرار الحرب وانعدام الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء والغذاء. التقرير يشير إلى موجة غلاء للسلع والمنتجات والمشتقات النفطية وارتفاع لأسعار العملات وتراجع حجم استيراد المواد الغذائية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 22%، فيما شهد استيراد المشتقات النفطية زيادة خلال الفترة نفسها بنسبة 103% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2016. كما تطرق التقرير إلى أزمة سيولة مالية تفاقم من حدة الأوضاع في البلاد. هذا المستوى من تفشي الفقر في البلاد جراء حرب الانقلاب المستمرة للعام الثالث تطرح علامة استفهام، فيما إذا كانت ميليشيا الحوثي الإمامية المدعومة من إيران قد حققت أحد أهم أهداف حربها التخريبية على منوال العهد الإمامي في البلاد. من جديد عادت أزمة المشتقات النفطية إلى محافظة الضالع، أزمة ليست ككل مرة، فالمواطنون هنا يشكون من انقطاعها بشكل تام للشهر الثاني على التوالي. حركة المرور بمحافظة الضالع لم توجد، والمشتقات النفطية لم توجد إلا بالسوق السوداء من 6000 من 7000، لهذا الناس مقطوعين داخل البيوت لا حرك ولا حاجة. محطات تعبئة الوقود هكذا حالها مع وجود استثناء، فهذه تكاد تكون المحطة الوحيدة التي فتحت أبوابها أمام المواطنين وتبيع بالسعر الرسمي، فيما يشكو مواطنون من محطات وقود باتت سوقا سوداء، إذ يصل سعر اللتر الواحد فيها من مادتي البترول والديزل إلى أكثر من 250 ريالا، وهو ذات السعر في السوق السوداء التي باتت تنتشر كثيرا في محافظة الضالع، مما يطرح الكثير من التساؤلات عن حقيقة الأزمة ومسبباتها وأسباب غياب دور السلطتين المحلية والأمنية. لقد أصبحت المحطات في محافظة الضالع تبيع المشتقات النفطية بسعر السوق السوداء، مما ضاعف من معاناة المواطنين بالمحافظة، لهذا ندعو السلطات المحلية إلى ضبط الموردين وضبط المسؤولين على هذه الأزمة. تجدد أزمة انعدام المشتقات النفطية أدى لارتفاع جنوني في الأسعار وضاعف من معاناة المواطنين هنا في محافظة يعتمد جل سكانها على الزراعة، فارتفعت معها الأصوات مناشدة للحكومة والسلطات المعنية بوضع حد لهذه المعاناة، فهل تلقى هذه الأصوات آذانا صاغية؟ علي الأسمر، يمن شباب، الضالع. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.